والله يا عم انا معايا فرحة. بس دي انت انا ما قلت لك بدي مصاري. طيب واذا ما بدك مصاري شو بكم بدك يا حلوة؟ اما فيني روح معك على البيت. ايوه جديدة هاي على البيت فرد مرة؟ بدي روح معك عشان تعطيني حرامي عندك. اذا مش ما بدكم يا مو لازم كن حتمنا. ليش وين بيتكم انتو عمو؟ ما عندنا بيت قاعد انا واخي الصغير بهاي الخيمة القريبة من هون. طيب واهلك وينو؟ ماتوا بالحرب. والله يا عمو انا ما لي شهادة. اتدفع انا واخي لانه برد كثير. لا حول ولا قوة الا بالله. ماما قالت لي دير بالي عليه. إذا عرفت هو بردان أحزن على مني، وأنا ما بدي زعل حرام.